السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبركم شباب إن شاء الله تمام. معكم أخوكم محمد المكري من قناة دي جي جان صفر. جئنا لكم اليوم بالدرس الجديد اللي هو سوني فيجاس، وكيف إنك تسوي شعار في مقطعك الفيديو اللي راح ترفعه على اليوتيوب. يمكن أكثر الناس يبغون هذا الشرح. طبعا راح نجيب مقطع فيديو، أول شيء نجيب مقطع فيديو ناخذ هذا مقطع قديم. ومقطع هذا برضو قصدي الصورة. طبعا الصورة عشان تسويها وتسوي الشعار طبعا حتكون محتاج ان يكون عندك فوتوشوب، يكون عندك خبرة قليلة انك كيف تسوي شعار وتريح نفسك. طبعا لما تيجي تحفظ الصورة تحفظها بصيغة البي ان جي عشان تكون مرتاح من ان يكون الخلفية بيضة او شيء، يعني يطلع لك الكتابة بس بدون خلفية بيضة. يعني شوف زي ما موجود عندكم هنا، ما في اي خلفية بيضة، موجودة الكتابة وموجودة نقاط رصاصية. طبعا معنا راح نسحب الصورة الى اخر المقطع زي ما انتم شايفين عندكم، راح نضغط تراك موشن ونرجع هذا ورا، هذا الشيء نرجع ورا عشان نقدر نشوف. طب زي ما شايفين هي في النص، موجودة عندي في النص، في نص المقطع وفي نص الشاشة. طبعا تروح عند تراك موشن هنا، بعدين تضغط في الكلمة هذه، تضغط في المربع هذا سوري، يطلع لك علامة دائرية تضغط عليها، تجي تصغرها أو تسحبها للداخل. بعد ما تحس انها اخذت المقاس اللي هو انت تبغاه، تروح تسحب المقطع، تسحب الشعار على المكان اللي انت تبغاه، فوق تحت يمين يسار، على المقاس اللي انت تبغاه، كبير فوق اللي انت مرتاح له. طبعا بعد ما تخلص يكون خلصت وسويت كل شيء، تسوي رندر وترفع المقطع عادي بكل سهوله. بس هذه المقطع، هذا الشرح، ان شاء الله ما اكون طولت عليكم، ان شاء الله يكون الشرح سهل. اذا قصرت معاكم سامحوني، ولا تنسون اني اخذت الباتر والشيب فباركولي. وثاني شيء سبسكرايب، لايك، ديسلايك، كومنت وانتقادات، عموما انتقادات. يعطيكم العافيه.